مانشستر سيتي بيفوز بكأس الدرع الخيرية للمرة السادسة في تاريخه على حساب فريق ليفربول بركلات الترجيح 5-4. مباراة كانت قوية وكانت ممتعة وكانت مليئة بالفنيات، وأكيد بما أننا نتكلم عن الفنيات دي فرصة ينضم إلينا محللنا الفني كابتن عمر عبد الله ونناقش كل الأمور الفنية الخاصة بهذا اللقاء. مساء الفل عليك يا عمر. مساء الفل يا منى. ماتش حلو. اه طبعا. هو كان شوطين، ده شوط رايح لفريق وده شوط رايح لفريق، بس كان متعة كروية كده مميزة. وده من ضمن المتعة، يعني ده من ضمن المتعة إن الكورة رجعت بقى تاني بجد، يعني مكان الاحترام اللي حصل في الصيف. لا اوروبا حاجه تانية وانجلترا تحديدا حاجه تانية. مباراه قويه جدا، مباراه ما تحسيش ان هي في بدايه موسم، كميه جري غير طبيعيه، كميه مجهود بدني وفني غير طبيعيه، افكار مدربين من اثنين هم الاقرب والاقوى في الموسم اللي فات بكل المقاييس الفنيه، كان بيب جوارديولا طبعا ويورجن كلوب بطل الدوري الانجليزي او مسيطر المهيمن على الكره الانجليزيه بيب جوارديولا وبطل اوروبا يورجن كلوب، فكانت مباراه قويه جدا استمتعنا بيها. طيب هل كنت متوقع الفورمه الماتشات دي تكون ظاهرة في أول مباراة للفريقين؟ لأن البعض كان بيشكك، يا جماعة ده ماتش لسه في أول الموسم ما تستنوش كتير. بصي، هي أوروبا لغت حاجتين. أول حاجة أسطورة جس النبض، مش حاسمها جس النبض، إحنا بنبدأ من الدقيقة 1 للدقيقة 90 بنلعب كورة، والأسطورة الثانية بتاعت بداية الموسم. أكيد المستوى ما بيبقاش بنفس المستوى اللي بيبقوا فيه في منتصف الموسم لما بيوصل للبيك بتاع التوب فورم بتاعته، ولكن هو بيبدأ بفورمة جيدة، بيبدأ بدنيا وفنيا يعني. بالظبط بدنيا وفنيا، ما بنلاقيش بقى كمية الوقعات والشد العضلي وكرة الكعب في رجل لعيب، لا 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 خالص، كرة سلسة جدا، لا لا مفيش الكلام ده خلاص. ما انا بقول لك دي اساطير، يعني هم اوروبا بتنهي الاساطير دي. اسطوره جس النبض بقى اول 10 دقايق نشوف الفرقه دي بتلعب ازاي والفرقه دي بتلعب ازاي، الموضوع ده مش موجود. وفكره اصل انا لسه في بدايه الموسم، في بدايه الموسم ده ممكن تلاقيه مع مدرب جديد لسه افكاره ما اتهضمتش، ماشي مقبوله بشكل ما، ولكن لو هو نفس المدرب بنفس اللعيبه بيبدا حتى لو عنده عنصر او اثنين جداد، لا بنخش بنحس ان نسق الفريق فنيا وبدنيا اكننا في نص الموسم وكاننا بنلعب ماتش في شهر واحد اللي جاي يعني. جدا. طيب خلينا نبدا كده بفكره ان الشوطين او الماتش كان مقسوم لسيطره في الشوط الاول من مانشستر سيتي، والشوط الثاني كانت سيطره، وسيطره مش مجرد ان انا ماسك الكوره، سيطره ان انا بوصل وقريب جدا ان انا اسجل. ده بالنسبه لفريق ليفربول في الشوط الثاني. بصي مبدئيا كده احنا عايزين نوضح دور المحلل، انا طالع اقول ايه، احنا ما بنقولش ايه اللي حصل، احنا بنقول ليه ده حصل. سهل جدا نقول ان الفريقين تناوبوا السيطره على المباراه، والشوط الاولاني كان مانشستر سيتي مش عارف عامل ازاي، والشوط احنا نقول ليه ده حصل، ليه مانشستر سيتي في الشوط الاول كان شكله احسن وليه ليفربول في الشوط الثاني كان شكله احسن بكتير. طيب في البدايه الفرقتين لعبوا بنفس الطريقه 4-3-3، مانشستر سيتي لعب بالطريقه المعتاده بتاعته، ما كانش عنده غايب عناصر كتير باستثناء سيرخيو اجويرو المهاجم اللي كان غايب بسبب مشاركته في الكوبا امريكا. هنا كان بيلعب رودري، ورودري لعيب له حكايه مع بيب جوارديولا لان رودري لعيب سيستم، رودري عمل نوع من انواع التوازن للفريق لان رودري هو نسخه من سيرخيو بوسكيتس، وسيرخيو بوسكيتس هو اللاعب اللي اكتشفه بيب جوارديولا في 2008 مع برشلونه وقدر ان هو يطوره. بيدور بيب جوارديولا على لاعب بمواصفات رودري منذ أن غادر برشلونة، حاول يستنسخه مع تياجو الكانتارا في بايرن ميونخ ما عرفش، حاول يستنسخه بفرناندينيو وفرناندو في مانشستر سيتي ما نفعش، إلا أن جاءت هداية رودري من أتلتيكو مدريد. القصة كلها كانت في تنويع حركة اللاعبين، تنويع حركة اللاعبين اللي بيعملها بيب جوارديولا. عبقرية بيب جوارديولا مش في إنه بيغير في التشكيل على قد ما بيغير في المهام. في الطريقة بتاعت 4-3-3 بيب جوارديولا كان بيعمل حاجة غريبة جدا، كان بيطلع زيتشينكو بيلعب فول باك في الحتة دي، كان بيودي أوتاميندي يلعب ناحية شمال، وبيودي جون ستونز بيلعب في منتصف قلب الدفاع، والباك اليمين كايل ووكر هو اللي كان بيضم قلب دفاع ثالث. الحركة دي كانت بتعمل حاجة مهمة جدا لمانشستر سيتي، وهي تواجد برناردو سيلفا هنا عشان يبقى هو المقابل لزيتشينكو الناحية التانية في مركز الفول باك، أو هنا بقى هيلعب بالمركز الجناح الصريح. وكانت تحركات كيفن دي بروين هي أقوى وأهم حاجة كانت في المساحة دي ما بين فيرخيل فان دايك وما بين روبرتسون، ودي اللي شكلت المشكلة الكبيرة لفريق ليفربول في الشوط الأولاني. هنا بيتحمل بجانب التركيبة اللي بيلعب بيها بيب جوارديولا واللي هنشوفها في الصور، بيتحملها برضو يورجن كلوب. يورجن كلوب كان سلاحه دايما الضغط العالي. في الشوط الاولاني حب انه يلعب من منطقه جزائه، يوقف اللعيبه ويسحب مانشستر سيتي عشان يلعب الهجمه المرتده، مستغلا سرعه صلاح وفيرمينيو وطبعا ديفوك اوريجي اللي هو كان بديل لساديو ماني الغايب. هو كانت فكره يورجن كلوب انه يلعب على الطريقه دي، انه يخليه موقف واحد ضد واحد على الثلاثه، ولكن بيب جوارديولا ضحك عليه بان هو ودى برناردو سيلفا في ناحيه الجناح، واستخدم كيفن دي بروين بذكاء شديد جدا في الهاف سبيس اللي ما بين الظهير وما بين قلب الدفاع. لو شفنا الصور اللي معانا هنلاقي ان اول صوره من 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 وقفه اللعيبه في الملعب هتبين بشكل كبير جدا الطريقه. بصي دي الصوره اللي معانا هنا، ده اللي عليه العلامه الحمراء
كايل ووكر هو ثالث المدافعين. جون سونز اللي معاه الكره، اوتاميندي ناحيه شمال، كايل ووكر ناحيه اليمين، اللي واقف على يمين الشاشه خالص تحت ده برناردو سيلفا بيلعب في حته الفول باك او الهاف رايت الصريح، واللي ما بين القلب الدفاع روبرتسون وفان دايك هو اللاعب كيفن دي بروين في الهاف سبيس اللي هو بيلعب فيها. الصوره اللي بعديها دي الوقفه في الملعب بالكامل. الصوره اللي بعديها هنبدا نشوف هجمات متتاليه. بص كيفن دي بروين فين؟ ما بين روبرتسون وفرخ الفان دايك وبرناردو سيلفا في ظهره. على الورق كيفن دي بروين ده كان المفروض ان هو لاعب خط وسط بوكس تو بوكس بيلعب قدام رودري، ولكن هو بيستخدمه بالظبط في الشق الهجومي. بالظبط هو بيستخدمه في مركز اللاعب رقم 10 شويه، او ان هو يستخدم في لافس. وشفنا الصوره اللي بعديها بالظبط، شفنا تاني في المسافه اللي ما بين روبرتسون وفان دايك هو اللي بيجري وراه. نفس القصه تاني. الصوره اللي بعديها كل دي هجمات متتاليه في الشوط الاولاني بتاكد بالظبط هي دي الطريقه اللي لعب عليها في الشوط الاولاني بشكل كبير جدا. ترجمها بقى كلوب ما بين الشوطين، وقدر ان هو يعني يعمل خطه يخترق بيها برضو بقى دفاعات فريق عمل عارفه فيروس الكمبيوتر لما بتحطي له انتي فيروس. فهو عمل انتي فيروس للقصه دي كلها. ايه اللي هو عمله بمنتهى البساطه؟ الحاجه الوحيده اللي عمل احنا بقى دي الصوره بتاعت دي كيفن دي بروين، دي تحركات كيفن دي بروين. انا اللي يهمني في الصوره دي مش الارقام على قد الهيت ماب. بص اتحرك في كام مكان. ايوه بصي تواجده بقى داخل منطقه جزاء ليفربول، النقطتين الصفر اللي داخل منطقه جزاء ليفربول هي دي التكمله، هي دي اللي بنى عليها بيب جوارديولا الطريقه بتاعته بالكامل في الشوط الاولاني، مستغلا الاستراتيجي اللي لم تكن موفقه من يورجن كلوب. في الشوط الثاني الوضع تغير تماما. الانتي فايروس اللي عمله بقى يورجن كلوب من الشوطين عمل حاجه بديهيه جدا اللي هو كان بيعملها طول عمره، ضغط من قدام فمنع فريق مانشستر سيتي انه بيطلع من الكوره من الخلف، منع كايل ووكر انه يتحرك بشكل مثالي ناحيه اليمين وان هو يبدا يتحرك بالكوره او يخرج بيها لبرناردو سيلفا. فبدا فريق مانشستر سيتي يفقد الميزه بتاعته ان هو يكون متواجد في المناطق الخلفيه لفريق ليفربول. ده منح الحريه لمحمد صلاح انه يتحرك هنا، اكبر زيتشينكو ان هو يرجع في خلف خط الظهر، فبدا يرجع مانشستر سيتي يلعب. بقت الفراغات اللي لعب عليها بيب جوارديولا في الشوط الاولاني بقت عنده هو، فبدا يتحرك فيرمينيو بشكل كويس. شفنا صلاح وصل بشكل كويس في المنطقه دي. كمان في تغيير مهم جدا حصل، وهو نزول الكاي جوندوجان في نص الملعب. الكاي جوندوجان ما كانش جاهز فنيا، ما كانش جاهز بدنيا، اصاباته كتير، راجع وزنه زايد شويه، ودخل يغير الخطه من 4 3 3 اللي كان مدي فيها الحريه لكيفن دي بروين ل 4 2 3 1 بتواجد 2 لاعبي خط وسط مدافعين. كان ديفيد سيلفا اللي خرج ونزل مكانه جوندوجان مع رودري مع كيفن دي بروين مع ستيرلينج مع برناردو سيلفا، وكان المهاجم جابرييل جيسوس اللي نزل مكان لرواه ساني. فالخطه لما اتقلبت 4 2 3 1 مع الضغط لفريق ليفربول اللي منع مانشستر سيتي يخرج بالكره من تحت، ده اللي ادى الافضليه بشكل كبير جدا في الشوط الثاني، وخنق فريق مانشستر سيتي ان هو يبدا يخرج من الكوره من تحت من خلف بخط ظهره. يعني فنيا بقى جماهير ليفربول قلقانه على الشكل الدفاعي اللي بيظهر بيه الفريق، مقلق. طبعا مقلق الدفاع ليفربول، ما دعموش هما في الموسم خالص. ده خالص تقريبا خالص. فالناس قلقانه ان لا ان فريق ليفربول قوي هجوميا ولكن دفاعيا هو ضعيف بوجود بالرغم من وجود فان دايك. ضعف ليفربول مش في فان دايك ولا جو جوميز، ضعف ليفربول في المنطقه دي في نص الملعب في الحته بتاعت فابينيو هندرسون وفاينالدوم. رغم ان هو عنده على الدكه نابي كيتا اللاعب الغيني، ولكن الحته دي بتفتقد للاعب الحيوي اللي يقدر يعمل الادوار المركبه. يعني هو ما عندوش كيفن دي بروين اللي يعرف يتحرك ويعرف ينقل الكره بشكل قوي، ما عندوش رودري اللي موجود حاليا في مانشستر سيتي واللي يعرف يعمل عمليه الكفرنج في المساحه دي كلها، وكمان يعرف يستلم الكره من هنا ويبدا ويقوم بدور اللي بيسموه في ايطاليا الريجيستا اللي هو بيلعب من قدام خط الظهر. فليفربول ازمته في خط الوسط، كان محتاج انه يدعم لاعب خط وسط قوي يقدر يستخلص الكره ويقدر يبقى عنده معدل فني وبدني عالي، لان هو بالمنظر ده هيتعب. حاجه مهمه جدا، ليفربول خسرت دوري السنه اللي فاتت في مباريات منتصف الموسم اللي بدا فيها مستواه يتراجع مستوى فنيا وبدنيا، لان ما كانش عنده دكه في المنطقه دي. السؤال بقى، هل خدع يورجن كلوب بالتتويج بالتشامبيونز ليج وفرق النقطه في الدوري الانجليزي؟ هي دي الازمه، لان ممكن يواجه مشكله كبيره جدا في الدوري الانجليزي هذا الموسم. دي طبعا دي تحركات روديجو اللي بقول لك عليها. رودري عمل مباراه هايله تماما في اول مباراه ليه في الملاعب الانجليزيه مع مانشستر سيتي. كمان يعني انا بشوف ان من اللعيبه اللي عملت مباراه كويسه جدا امبارح محمد صلاح،
محمد صلاح كان دي برضو خريطه تحركات محمد صلاح، عمل مباراه كويسه جدا على الصعيد البدني. انا فوجئت يعني شخصيا، انا اتفاجئت ان محمد صلاح جاهز بدنيا بقاله اسبوع فقط بس من ضمن المعسكر، ومباراه مباريات منتخب مصر ثم اجازه طويله في الفتره اللي فاتت بعد كاس الامم الافريقيه. ولكن امبارح شفنا محمد صلاح بعضا من محمد صلاح روما، اللي بيوصل وبياخد 3-4 قرارات في نفس الوقت، اللي بيوصل ويعني الكوره اللي طلعها كايل ووكر دي محمد صلاح في العادي الموسم اللي فات شيب من فوق الجون. هو عشان لسه ذهنيا مش هو بدنيا فت، لعب 98 دقيقه لعب المباراه بالكامل بالوقت الضايع، بس عشان ذهنيا مش فت ما حطهاش الشيب، حطها في رجل الجون، ولما ردت حطها ضعيفه. فشفنا بعض من محمد صلاح روما، ولكن هو انا بشوف ان هو قدم مباراه قويه جدا بدنيا. كمان الصحف الانجليزيه صحفيه اكسبرس قايله جرس انذار محمد صلاح بيقدمه، ان هو جرس انذار واضح جدا ان هو فايق وجاهز بدنيا. بالظبط، جاهز بدنيا بشكل كبير جدا، هو محتاج بس بعض التركيز الذهني عشان يستعيد محمد صلاح ليفربول الذي لا يخطئ المرمى، لان احنا شفنا شويه محمد صلاح روما اللي بيوصل كتير بس بيضيع كتير. اخيرا خالص مش لازم اكتب حالا، فنيا كمين يستحق الفوز بالاداره الفنيه؟ انا كنت بشوف ليفربول قدر ان هو يعني يسد ثغراته ويقلب الموضوع ويقلب المباراه ليه في الشوط الثاني، ودي بتحسب لاي مدير فني عكس جوارديولا اللي بدا بشكل كويس والمباراه فلتت منه في نهايه المباراه اللي مع الانتي فايروس. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا يا عمر. شكرا جزيلا، وان شاء الله كده دايما نشوف ماتشات حلوه كده نحللها هنا في مود كده اوروبي منعش، يعني شايفين كوره لطيفه جدا تابعناها امبارح اكيد في مباراه قويه. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا، وباذن الله بكره لقاءنا يتجدد مع حضراتكم، وصباح جديد من العبها صح. تقبلوا تحياتي.